بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة في ليلة رمضان. كل عام وأنتم وأمة الإسلام بخير والأهلي كمان. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم يا رب، وربنا يعيد هذه الأيام على مصر والوطن العربي كله وعامة الشعوب بكل الخير، وأن ربنا يرفع هذا البلاء ويعم بإذن الله تعالى الرخاء بإذن الله، وتتجاوز البشرية كلها هذه المحنة. لكن أعتقد في ليلة رمضان من حسن الطالع أنه مع هذه الأيام الطيبة المباركة يحتفل الأهلي بمرور 113 سنة على تأسيسه. عشان كده أنا باركت لأمة الإسلام بشكل عام والأهلي بشكل خاص. لأن كويس قوي أن يبقى في ليلة أول رمضان نحتفل أيضا بذكرى إنشاء النادي الأهلي. النهاردة الخميس يكمل النادي الأهلي 113 سنة بالتمام والكمال، ويبدأ الجمعة في أول أيام رمضان العد في 114 سنة. ودايما وأبدا قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود. اسمحولي دي أهلي. خمسة أهلي أهلي أهلي، ودي كان أحد التقاليد اللي يعني اتربت عليها الأجيال القديمة، تسقيفة للأهلي، التسقيفة الخمس تسقيفات التقليدية وتنتهي بالهتاف الثلاثي للنادي الأهلي. تذكرتها وأنا بسمع هذا النشيد الرائع اللي يعني تقدر تحطه في أي عصر تجد معانيه بتترجم هذا العصر. دي كلمات فكري باشا أباظة، فكري أباظة وكيل النادي الأهلي لفترات طويلة، عضو مجلس إدارة في النادي، وكيل شرف ثم رئيس شرف، لكنه
فكري أباظة اللي ولد في 1896 وتوفي في 14 فبراير 1979 واحد من أقطاب الأهلي الكبار، بل إنه كمان واحد من أعلام الأدب والصحافة والسياسة، كتب في المؤيد وكتب في الأهرام ورأس تحرير مجلة المصور لسنوات طويلة، ربما كان واحد من أطول من شغله منصب رئيس التحرير لمجلة المصور من 1926 حتى 1961. وصل عدد مقالات فكري أباظة إلى 5500 مقال في رحلة عطاء طويلة جدا امتدت 55 سنة مع الصحافة. لعب في النادي الأهلي لبعض الوقت، لكنه كمان كان واحد من النشطاء جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الأهلي يا باشمهندس. واحد من الرموز الكبيرة في تاريخ النادي الأهلي بحجمه الأدبي، بحجمه أحد ممثلي عيلة أباظة العريقة اللي صحيح. هي بيسموا نفسهم قبيلة تجدهم في كل المجالات، لهم ناس مميزين في السياسة، في الأدب، في الفن، في الرياضة، في كل مجال تجد أحد الأباظية موجود، أحد أو اثنين أو ثلاثة أكثر. لكن هو فكري باشا أنا يعني عصرته وعصرت رحمة الله عليه برضه أخوه لطفي وطبعا مختار أباظة وعيلة أباظة بقى طبعًا. بعد كده اللي هم الأجيال اللي زينا واللي تحتينا يعني وسامح أباظة يعني أجيال كلها الحقيقة، ومحمد أباظة ربنا يديله الصحة وصديقنا مشترك عاطف، يعني عيلة جذورها معشش في النادي الأهلي. فلما تقرأ وتسمع كلام هذا النشيد يهزك جامد جدا من الأعماق، لأنه بيعبر في كل سطر وفي كل فقرة فيه وفي كل شطر وفي كل معنى من معانيه عن تاريخ النادي الأهلي أمس واليوم وغدا. هذا التاريخ بجذوره الطويلة الممتدة ل 113 سنة كان بيقوم في السند الأساسي منه على حسن الإدارة. لولا إدارة النادي الأهلي عبر هذا الزمن الطويل جدا، لولا أنه فيه ثوابت راسخة جدا في النظام المؤسسي للنادي الأهلي، ما بقي الأهلي في 113 سنة هو البطل الدائم تقريبا. لكن على ذكر حسن إدارة الموارد